ما حكمة من الموت؟ حكمة ظاهرة، لا نستطيع أن نصل إلى الحكمة، لكننا نتلمس بعض الحكم. لماذا نموت؟ لماذا نموت؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد وحكم على هذه الخلائق بالفناء والانطفاء، بل تفرد بالخلد والبقاء. هذا ذكرنا في الباقي في شرح الموت. ثم بعد ذلك قلنا بأن الموت إعدام لهذا البدن الذي لا يستطيع أن يتفاعل وأن يتواكب وأن يتساير مع نعيم الآخرة ومع عذابها. هذا الجسد إما أن يكون صالحا فلا يتناسب، لا يطيق نعيم الآخرة، فيحتاج إلى جسد جديد، إلى بنيان جديد. هذا الجسد يحتاج إلى بناء جديد لكي يتحمل اللذات هناك يوم القيامة. جسد لا يخرج الفضلات، واضح؟ كذلك جسد العصاة يحتاج إلى جسد يتواكب مع العذاب الشديد ليذوق العذاب. أما هذه الأجساد، أجساد ما تستطيع أن تتحمل، ما تستطيع أن تنظر إلى ذا. هذا العقل لا يستطيع أن يرى جمال الجنة. ما ترون أنتم في هذه، في صفحة هذا الكون الذي يذهب ويسافر، والذي يرى المناظر الخضراء والهواء البارد العليل والمناظر الخلابة التي تطيش منها العقول، يتذكر أن هذا شيئا، أن هذا شيء رآه بعينه. وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على نعيم لم تتوقعه قط ولن تستطيع أن تتوقع. ما عليك فقط إلا أن توفي بعهدك فيوفي الله لك بعهده. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبوا. واضح أيها الإخوة؟